أشاد أعضاء مجلس النواب ببرنامج الحكومة الجديدة والذي تم تقديمه والموافقة عليه من مجلس النواب، مؤكدين أنه جاء وفقا لخطة طموحة تهدف إلى استكمال بناء الجمهورية الجديدة وبناء المواطن المصري. أضاف النواب خلال لقاءات مع تلفزيون المصري أن اللجنة ناقشت مع الوزراء ونوابهم خطتهم للنهوض بالقطاعات المختلفة بما يحقق أهداف المواطن المصري. الحقيقة في سابقة برلمانية بتحصل لأول مرة في ظل دستور 2014، يمكن في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية لأول مرة أعضاء الحكومة المكلفة بالكامل يشاركوا في أعمال اللجنة الخاصة على مدار ما يقرب من 60 ساعة بهدف الوصول إلى مرحلة الرضا لدى المواطن المصري. أعتقد أن تقرير اللجنة الخاصة المعروضة على الجلسة العامة يدعو للتفاؤل إن شاء الله. الحكومة يعني تتحدث برنامجها عن ضرورة وضع خطة لخفض الدين العام. بالفعل موازنة الحكومة العامة التي تقدمت هذا العام تضمنت ألا يزيد وضع سقف للدين وألا يزيد عن 96% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يجوز اللجوء إلى اقتراض جديد إلا بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية. أيضا وضعت خطة للتمويل بعيدا عن الاقتراض الخارجي إلا في حالات الضرورة القصوى، من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بعيدا عن فرض ضرائب ورسوم جديدة. برنامج الحكومة برنامج مختلف تماما عن البرامج السابقة. البرامج السابقة بتعتمد على الإجراءات التساقطي للنواحي الاقتصادية، لكن احنا النهاردة البرنامج يمكن اعتمد على أربع محاور رئيسية. محاور متعلقة بالأمن القومي وبناء الإنسان المصري، إلى جانب نواحي تنافسية اقتصادية، إلى جانب الحقيقة رفع البنية أو البيئة السياسية والاهتمام بالبيئة السياسية.